الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، وكلكم لعلكم سمعتم باسمه. هذا العالم العظيم كان يحب الهجرة إلى مواطن العلم، أمه ما كانت ترضى بذلك. طبعا إذا واحد أمه تتأذى بهجرته أو أبوه يتأذى بهجرته لا يهاجر، وإنما يبقى في وطنه، فأمه ما كانت ترضى بذلك، فكان يأتي إليها ويتوسل إليها. هو كان يعيش في جزفول أو ششتر، فكان يتوسل إليها أنه إذن لي، ما كانت تقبل لأنه إلها علاقة بهذا الإبن. فبالنتيجة أقنعها بالاستخارة، فاستخار الله سبحانه وتعالى، قالت ما يخالف أي شيء طلعت الاستخارة أنا أقبل. فاستخرج الآية الكريمة، وإذا بها هذه الآية: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. شلون آية مطابقة، شلون آية حلوة: ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فرضيت الأم بذلك. ثم كان عند أخو باسم منصور، فقال: نستخير لهذا الأخ أيضا. فرضيت بذلك، فاستخار، فطلعت هذه الآية: سنشد عضدك بأخيك. وفعلا هاجر إلى كاشان وإلى إصفهان وإلى كربلاء وإلى النجف، حتى استطاع أن يخدم الأمة هذه الخدمة العظيمة.